بلاش اختلاط بحد عنده برد كتير. يعني ما ينفعش الطفل عندي طفل عنده برد وعنده انفلونزا عنده رش اي حاجه وقاعد جنبه طفل تاني، اكيد ما ينفعش. العنايه الشخصيه حاجتي لوحدها، الاكل الشرب بتاعي الفوطه بتاعتي الاكل الحاجات بتاعتي كلها معروفه يعني. الحاجات دي هتساعد الطفل، مش هقول لك همنعه من نزلات البرد بس هقلل انها تحصل. ولو حصلت هتبقى حاجات بسيطه ما تعملش مشاكل بعد كده. مصل الانفلونزا اللي موجود دلوقتي الطفل كويس جدا لو ما عندوش حراره ما عندوش اي اعراض ما ياخد مصل الانفلونزا، برده مش هيمنع الانفلونزا بس هيقل اعراضها جدا ونسبه حدوثها بتقل معانا جدا. مصل الانفلونزا ده بيتهيألي بياخدوا اطفال وكبار صح؟ بياخدوا اطفال وكبار، بتختلف الجرعه بس. طب واللي واخد مثلا اللي هو التطعيمات بتاعه الكورونا والحاجات دي ياخد برده؟ ملهاش علاقه، دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه دي مهم اصل احنا الحاجات دي نقولها، لان احنا وقت التطعيمات بتاعه كورونا ناس كتير قوي احتارت ناخد ما ناخدش، بس في الاخر الاسلم والامن ان احنا كنا ناخد، وفعلا كلنا تقريبا اخدنا. ويمكن ده اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيه قبل ما نطلع الفاصل، انه حتى اعراض الكورونا بقت مش بالقوه زي ما بدانا، يمكن ده دور الامصال اللي اتخذت. طيب الفكره بتاعت ان انا احمي نفسي وانا بقى حد كبير حد بالغ، ازاي اقدر برضو اقوي مناعتي ضد البرد وضد النزلات المختلفه؟ تقريبا الكلام واحد يعني، ما هو اللي برضو نفس الكلام، نفس تغذية الكلام تقريبا، نفس اللي بعمله مع ابني اعمله لنفسي مع نفسي. ما هو ما اهتمش بابني واهمل نفسي يعني. برضو اكل كويس. احنا للاسف كلنا معظمنا جرينا لقصه بقى الاكل الفاست فود والاكل متاخر والاكل بالليل. الحياه السيدنتري لايف، احنا كلنا قاعدين مريحين مش عايزين نتحرك مش عايزين نلعب رياضه مش عايزين. لا بالظبط، الاطفال فعلا بتلعب بتتحرك ممكن بيكونوا مشتركين في رياضات، انما الكبار لا، هتلاقي الام بتودي الابن التمرين وقاعده يا عيني في عز البرد هي بتشرب البرد كله. فالناس دي او عموما يعني اولياء الامور هم فعلا بيبقوا معرضين. بالظبط، هو مهتم بالطفل ان ابني يبقى كويس صحته كويسه انا بهم الناس. طب انا لو سبت نفسي ما هو انا ده هيتعالى على ابني في الاخر، مش عارف اهتم بيه مش عارف اساعده. فهي نفس القصه، اكل كويس اكل صح اتغير لحاجه لهيلثي لايف ستايل، مش فكره ان انا ايه اصل انا قولولي تعبان النهارده فانا او انا خايف على مناعتي شويه فانا همنع بس الاسبوع ده الاكل. لا ده لقدام، انت بتتكلم لبعدين لمناعتك لقدام سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه طبعا. في فكره بقى في كل حاجه، فكره الاكل فكره الشرب فكره النوم فكره الرياضه الحركه الاختلاط، ما بقاش مهمل في نفسي عشان اعرف احافظ على ابنائي بعد كده. جميل. برضو مع الشتاء ناس كتير قوي بتنسى انها تشرب ميه، وبرضو كبار وصغيرين، بيأثر على اجسامنا ازاي عدم شرب الميه الكتير؟ طيب اكبر مشكله فعلا بشوفها موضوع الميه ده. انا خناقاتي كلها مع اي مريض بشوفه الميه، بتحس ان بقول حاجه حرام او عيب يعني. ازاي تشرب ميه؟ الميه تقريبا جسم الانسان 50 ل 70% منه ميه. مظبوط. تمام. فالميه بتفقد في حاجات كتير، مثلا في الصيف بنجري بنعرق الميه بتطلع من جسمنا، ندخل الحمام نفقد ميه كتير، في حاجه اسمها انسنسبل ووتر لوس، فقد الماء غير محسوس، مش حاسين بيه مع التنفس والبخر والحاجات دي كلها. طيب الميه دي طلعت انا ما عوضتهاش، يحصل ببساطه عندي ايه؟ الكلى، الميه بتنزل على الكلى تغسل الكلى، طب ما غسلتش الكلى راح تترسب تعمل حصوات طبعا، تروح على المثانه التهابات في المثانه، تروح على القولون، حضرتك عندك مشكلة قولون عصبي مثلا، حركة القولون عندك ضعيفة شوية، البراز السوري بينشف شويتين، فلما بشرب مية كويس بلوس بقى طري فادخل الحمام بسهولة. فأنا قلة شرب المية دي أثرت على الكلى، أثرت على الأملاح، كونت حصوات ما دخلتنيش الحمام، عملت جفاف في الجسم كله، تأثر على ضغط الدم، تأثر على البشرة كمان في الستات بصفة عامة يعني، جفاف بقى البشره. هي احنا بنهتم بيها عشان بشرتنا، ما دي مهمه يعني. احنا كل اللي حضرتك قلته ده هايل ورائع وحقيقي جدا جدا ولازم ناخد بالنا منه، انما كستات معظمنا بيركز مع الميه بس عشان بشرتنا. هي دي اهم حاجه شفتها في الاخر.